قول لي يا مرسي، اخبار المعلم برع ايه وفي السجن؟ رئيس برع ايه؟ الحقيقه ما اعرفش يا حاج. اخر مره زرته كان من امتى؟ صراحه انا مقصر معاه، ومن يوم ما دخل السجن ما زرتوش غير مره واحده. يخص عليك بني ادم، ده كلام تقوله؟ لا لا، معلم برع ده يبقى المعلم بتاعك. انت زرته من قد ايه؟ من يوم ما رحت معاكم. من يومها ما فكرتش تروح تزوره تاني؟ انا كنت يا حاج ناوي ازور الزياره الجايه، بس انتوا عارفين يا حاج الشغل كابس علينا قوي. المهم تعرفش اذا كانت البت ورده بتروح تزوره ولا لا؟ ورده ده بت ناقصه وتعض الايد اللي اتمدت لها يا حاج. انا عرفت انها اتجوزت. اتجوزت مين؟ علمك يا سي فتحي، بس يظهر كده انها جوزت واحد مليان قوي، علشان شفتها من كام يوم راكب عربيه لمؤاخذه فتح بيه زي عربيتك بالظبط. شفتها فين؟ هنا يظهر كانت بتزور الحسين. حسين؟ يا ترى انت كلمتها؟ كلمتها يا حاج. البنت دي خلاص طلعت فيها ومبقتش تعرف اللي زيي. ده بصيت لحته بصه يا حاج ولا كانها تعرفني، وراحت راكب عربيتها ومشت. سيبوا الكلام الفارغ ده، خلونا في الشغل بقى. بقول لك يا رب، انا عايزك تتقص على البضاعة اللي اتسرقت مننا. لو عرفت بيه اللي بتجلي فيها هديك مكافأة كبيرة قوي. من غير أي حاجة يا حاج، ده أنا خدامك وصبيك ولحم اكتفي من خيرك. طول عمرك جدع. روح أنت دلوقتي تشوف شغلك. إيه رأيك في كلامه؟ ها؟ قول لي أنت حسيت منه إيه؟ مش عارف. معلش. بكرة تعرف. ازيك يا بنتي يا عميدة؟ اهلا يابا، اتفضل. يا ساتر، ازاي الولاد؟ هما مش هنا ولا ايه؟ يا محمد يا ابراهيم، تعالوا جدكم جه. اتفضل يابا. يزيد فضلك، قولي لي العيال دول اخبارهم ايه في المدرسة؟ الحمد لله يابا، طالعين شاطرين زي جدهم. زي جدهم ازاي بقى؟ انت شفتني يعني كنت قطعت المدارس؟ طب ده انا يا دوب بفك الخط ويا دوب بقرا الجورنال. يا ريتهم يابا يطلعوا زيك. ربنا يخليهم لك. تعالوا يا ولاد. اهلا 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 حبايبي، اهلا بالكبير. اهلا يا ابراهيم. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ عاملين ايه في المدرسه؟ امكم بتقول انكم مش شطار. محمد يا جدو بيغلط في الحساب. حساب؟ هيا يا محمد. لا يا جدو، دي مساله واحده بس. مساله واحده؟ لا انا مش عايزك تغلط ولا مساله، عايزك شاطر على طول. وبابا مش هيرجع بقى بالسفر؟ بابا ان شاء الله قريب يا ابني. هو انت ناقصك حاجه؟ يلا يا ولاد. انا يلا. عايز بسبوسة وانا عايز كنافه. خلاص البسبوسه والكنافه اللي طلبتهم جبتهم لكم، خدوهم جوه، خدش كلهم. يلا ما تخانقوش مع بعض. اعمل لك ايه تشربوا يابا؟ شاي قهوه ولا ايه؟ مش وقته، تعالى اقعدي بس، انا جاي اقول لك كلمتين كده. اقعدي. خير يابا؟ خير ان شاء الله. الا كان لزومه ايه جوزك يقل عقله ويعمل العمله السودة اللي عملها دي؟ اللي من حق بت انت بتروحي تزوريه؟ من ساعه حكايه البت ورده وانا بطلت، وكمان عايزك تطلقني منه. اطلقك؟ اعوذ بالله. يا بت ما تنسيش ان ده ابو عيالك. قوم يروح يتجوز عليا. الله، طب ما انا اتجوزت على امك 3 مرات، ما عملتش زيك ليه؟ ايوه يابا، انت كنت بتقول لها. يعني هو لو كان قالك كنت اسم الله هتوافقي قوي. امال انتوا قلبتوا عليه ليه يابا؟ مين قال ان احنا قلبنا عليه؟ بيني وبينك انا بس خدت على خاطري منه عشان راحت ضبضها للبت اللي بتتسمى دي التاجر فيها، وهي في الاخر رميته زي الكلب وراحت اتجوزت راجل تاني. هي البت ورده اتجوزت يابا؟ اتنيلت. ما هو انت قاعده وحط ايدك على خدك وبس. انا مش عارفه البت دي بتعمل ايه للرجاله. ما تعرفش يابا اتجوزت مين؟ هم يقولوا راجل مقاول ومقتدر وجاب لها عربية أراجة. إنما قوليلي انت بقالك قد إيه ما زورتيهوش؟ بقالي يجي 2 شهر. طيب وانت لما كنت بتزوريه ما كانش بيكلمك في حاجة؟ حاجة زي إيه يابا؟ حاجة يعني بخصوص شغلنا. هو أنا كنت في إيه ولا في إيه؟ ده أنا حتى سمعت إن أخويا فتحي لايس من غيره. ما هو لازم، هو برع ده يتعوض. ما كانش بيتني لي كلمه يابا، كان شايلني على كفوف الروح لغايه ما عمل عملته السودا دي. يلا اهي راحت لحالها، وبكره جوزك يرجع لك. يعني انتم مش زعلانين منه يابا؟ يا بنتي نزعل ايه بس، اللي فات مات وربنا غفور رحيم،
وبعدين ما تنسيش ان ده ابو محمد وابراهيم، وانت عارفه انا بعز ولادك دول قد ايه. وانت ايه حكايتك يا بت؟ انت قلت لي تشرب شاي يابا ولا قهوه، وقعدت اتبطيتي كده.